لا يكاد يخلو سرير من هذه الأسرة إلا ويتم تجهيز آخر، فعدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا باتت تتزايد بشكل مخيف في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، حيث توافدت عشرات الحالات إلى مستشفى بيحان في غضون أسبوع فقط. الوضع يحتاج إلى تكاتف الجهود وتدخل السريع من المنظمات، من جهات الاختصاص، الجهات المعنية الحكومية ومن المنظمات الداعمة والمانحة للسيطرة على هذا الوباء ومنع انتشاره ومنع توسعه في المديرية، لأنه لو توسع يعتبر كارثة ما نقدر نسيطر عليها في هذا الوضع. نرجو التعاون من الجميع في التكاتف وعمل حملة توعية وتثقيف صحي للمجتمع. ينهش الوباء أجساد المواطنين في بيحان دون تمييز بين كبير أو صغير، فأكثر من 100 حالة في غضون أسبوع فقط استقبلها مستشفى بيحان رغم شحة الإمكانيات وندرة تواجد الأدوية والفحوصات، إلا أن السلطات استحدثت قسما خاصا في المستشفى لاستقبال المرضى المصابين بالوباء. كنا نعاني من مشاكل في شحة في الأدوية، في نواع الفحوصات غير متوفرة، عدم وجودها، فلذلك ناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في التوجه إلى بيحان لكل حالة. إلى الآن إلى اليوم هذا عندنا 112 حالة مصابة بالكوليرا مؤكدة عبر الفحص السيرولوجي، ومن حالات مرقدة ومنها حالات غادرت شفاء. يعني الكوليرا أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات المتلاحقة في محافظة شبوة، خصوصا مع تردي الخدمات الصحية في القطاع الطبي وعدم وجود الدعم الكافي، وهو ما ينذر بوجود كارثة حقيقية إذا لم يتم تدارك الأمر وتدخل الحكومة بشكل عاجل. وضع مأساوي تعيشه مديرية بيحان في محافظة شبوة بسبب اتساع رقعة وباء الكوليرا. القائمون على مستشفى بيحان والأهالي هنا قدموا مناشدات للمنظمات والهيئات الدولية المعنية بسرعة التحرك لمواجهة الوباء وتقديم العون للمديرية بعد أن تفاقم الوباء وأصبح قابلا للتوسع إذا لم يتم التدخل سريعا. صالح سالم، قناة بلقيس، من مستشفى بيحان شبوة.